فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما قولكم في من يقول أننا لا نحكم بكفر من سجد للوثن لأنه ربما سجد لله عند الوثن؟ الله العافية، نسأل الله العافية. هذا كلام باطل وسامج، ولا يقوله إلا إما جاهل وإما معاند. الذي يسجد للقبر أو للصنم هذا مشرك، نحكم عليه بفعله، نحكم عليه بفعله وما حصل منه. وأما القلوب فأمرها إلى الله عز وجل، إنما كلفنا بالقلوب. نعم.